dinen minellezine amanu billahi rabban ve bil islami dinen ve bi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya allazi yekul lehum udkhuluha bisalam zalika yawmul hudud tayyib ve men khaffat mawazinuhu allazi khaffat mawazinuhu ma abada rabbuhu tebaraka ve taala faulaika allazina khasaru anfusahum fi jahannam khalidun تلفح وجوههم النار يعني تحرق وجوههم النار كما قال ربنا تبارك وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا تلفح وجوههم النار وهم فيها جالسون قال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ما جاءكم القرآن ما جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يا ربي غلبت علينا أنفسنا اتبعنا أهواءنا يا ربي يا ربي سامحنا يا الله يقول الله تبارك وتعالى امكثوا فيها ولا تكلمون أنتم في جهنم أنتم في جهنم لماذا ما عبدتم ربكم حق عبادته على شهيد محمد صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول انتبهوا يا عباد الله أما إلى الجنة وأما إلى النار أشتنا إذا ذاقت من الدنيا نقول يا الله ولا نستعن إلا بالله فينا فطه العظيم انتبهوا يا شباب كثير من الناس لما يدعو الله يقول الحقني يا عبد القادر جيلاني الحقني يا بني المستامي الحقني يا أولياء الله والله ربنا تبارك وتعالى لا يقبل هذه الدعاء لابد أن نقول يا الله يا إلهنا يا ربنا يا خالقنا يا مولانا اغفر لنا ذنوبنا يا الله عبد القادر جيلاني من هو مخلوق مثلنا الدعاء لابد أن تكون من الله الدعاء من الله تبارك وتعالى كثير من الناس يقول يا الحق يا رسول الله الدداء لابد أن يكون كله من الله تبارك وتعالى على شأن يقبل الله تبارك وتعالى دعاءنا أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.